بينا وبين احبابنا، بينا وبين مغتربينا، بينا وبين اخواننا. وحيثما وجدتم مستمعينا الافاضل، نرحب بكم ضمن هذا الفضاء الخاص. اعتماد البلدين في علاقاتهما الخارجية على مبادئ الأمم المتحدة، من المنتظر أن يتم تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون في مجال الزراعة والصناعة. السلطات الولائية بشلب تشرف على إحياء اليوم الوطني للطالب بالقطب الجامعي بولد فاكس. تقنية الإعلام والاتصال في مؤسسات ودور الشباب محور يوم دراسي لفائدة إطارة ديوان مؤسسات الشباب بشتفى. في حصيلة أسبوعية لمصالح الأمن، حجز كمية من الكيلو